كما هو معلوم اليوم الجلسه كانت مخصصه للتعقيب، لانه كما تعلمون انه مرافعه الدفاع المتهم انتهت في اخر جلسه. اليوم الجلسه خصصت للتعقيب دفاع الطرف المدني في اطار استراتيجيته واحترام لوقت المحكمه واحتراما حتى لوقت المتهم، لانه لا يمكن ان تطول هذه القضيه الى ما لا نهايه. اقترح ان يتكلف الزميل وحيد بالرد بالتعقيب على جميع المرافعات. هذه المهمه اوكلت للزميل الاستاذ محمد الحسين كروط الذي يقوم الان يعني بالرد على جميع ما قيل ويبدي وجهة نظره بخصوص المرافعات السابقة وبخصوص الدفاع الدفوعات السابقة التي قيلت من المتهم، ويحاول يعني بجميع الوسائل القانونية وبالطرق المسموح بها وبطريقته الخاصة أن يقنع المحكمة بصواب موقف الطرف المدني الذي يعني نحن في المراحل الأخيرة للمرافعة. أعتقد أنه الملف إن لم يختم اليوم سيختم يوم الجمعة، هذا هو على أقصى تقدير.